السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم من جبوتي من تلفزيون جبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا المساء واستهلوا بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأبرز العناوين. وزارة الصحة تعقد طاولة مستديرة حول الملاريا بمشاركة أممية. ودوليا إيران ترفض الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، بعث رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي اليوم الأحد برقية تهنئة إلى الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب رئيس الجمهورية في برقيته باسم الشعب الجيبوتي وحكومته وباسمه الشخصي عن أحر التهاني القلبية لنظيره المصري وتمنى له وفور الصحة والسعادة، كما تمنى للشعب المصري الشقيق مزيدا من الرقي والازدهار. وفي برقيته فخامة رئيس الجمهورية هنأ الشعب الشقيق المصري بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني. ونوه رئيس الجمهورية بالعلاقات التي تربط بين جمهورية جيبوتي ودولة مصر العربية. عقد وزير الصحة السيد محمد ورسمي ديرية طاولة مستديرة لمناقشة الوضع الراهن للملاريا وبحث تمويل ودعم المساعي الرامية لمكافحة الملاريا، وذلك في فندق كامبيسكي بلاسا. وجرت هذه المناسبة حضور وزير البيئة السيد محمد عبد القادر موسى ووزيرة الإسكان السيدة آمنة عبد آدم وأمين الدولة للشباب والرياضة السيد حسن محمد كامل، إضافة إلى سفراء الدول الصديقة وخاصة سفراء فرنسا وألمانيا والصين وعدد من المنظمات الأممية المقيمة في جيبوتي. هذا وناقش المجتمعون في هذه المناسبة الأنشطة التي تم إنجازها في إطار مكافحة هذا المرض وأعراض أيضا، وتم عرض الأنشطة الأخرى التي يتم تنفيذها للوصول إلى الأهداف لخفض مؤشر هذا الوباء. إن تمويل هذا المشروع سيتعين على ضمان وتأمين توفير الأدوية المضاد لمرض الملاريا وكذلك شراء المعدات اللازمة لمكافحة هذا الوباء وتوفير المبيدات الحشرية في مجمل التراب الوطني. هذا وقدم وزير الصحة السيد محمد ورسمي ديرية شكره وتقديره للمشاركين في هذه المناسبة. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez au secteur de la santé de Djibouti. بدوره أثنى وزير الصحة السيد محمد ورسمي ديرية على دعم المقدم من الشركاء من المنظمات والوكالات الأممية للنهوض بالقداع الصحي في جمهورية جيبوتي. إنه حضوركم ومشاركتكم في هذه الطاولة المستديرة يعكس الاهتمام الذي تولونه للقداع الصحي في جيبوتي، وعبر هذا اللقاء نأمل أن نتناقش وضع الراهن للملاريا في البلاد. لقد قدمتم أنشطة التي تم إنجازها في إدارة الاستجابة الوطنية إزاء هذا المرض وكذلك الأنشطة الأخرى التي لم يتم تنفيذها للوصول إلى أهداف لخفض مؤشرات هذا الوباء. وفي هذا الإدارة لابد من الإشارة إلى أنه جهودا حثيثة تم بذلها لدعم وزارة الصحة، أسهم فيها وزارة الزراعة والبيئة والشؤون الاجتماعية والداخلية والشباب والرياضة والوحدات العسكرية والمكتب العمدة والاتحاد الوطني للنساء جيبوتي وهيئات الأخرى. كما أن المشاركين الدوليين لم يختلفوا عن الركب بل كان لهم حضورا بارزا في مساعي الرامية للقضاء على الملاريا، وهذا ما يجعلنا نتضلع لدعمكم الفني كالمالي لتوطيد المكتسبات وجعل جيبوتي خاليا من الوباء الملاريا. وفي هذا الصدد عبر المشاركون في هذا الاجتماع عن الأهداف الرامية لمكافحة الملاريا. من أهم رسائل جلسة اليوم في النقاش حول إمكانية القضاء على الملاريا أننا بإمكاننا القضاء على وباء الملاريا في جمهورية جيبوتي تماما، لكن هذا يحتاج إلى تضافر مجهودات من الجميع
بقيادة وزارة الصحة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية من وزارة البيئة، وزارة الإسكان، وزارة الشباب، ووزارة الشؤون الاجتماعية. الجلسة اليوم أضافت مزيد من الضوء على الاحتياجات المتطلبة للقضاء على وباء الملاريا. الاستثمارات في القضاء على مرض الملاريا لا تعني التخلص من مرض فقط، بل تعني فرص أفضل للتنمية المستدامة في جمهورية جيبوتي، ولتحقيق رؤية فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلي للتنمية المستدامة في جمهورية جيبوتي، وخلق فرص أفضل للأطفال وللنساء وللمهاجرين ولكل من يسكن جيبوتي للتمتع بصحة عالية وخلو من الأمراض. قام وزير التجهيزات والنقل السيد موسى محمد أحمد والأمين العام لوزارة التجهيزات السيد نوح حسن بزيارة خلال اليوم إلى معسكر خفر السواحل في منطقة دورالي، حيث يقوم العناصر خفر السواحل بالتدريبات وإنجازات مهامهم في البحر، سواء كانت ذلك لإنقاذ القوارب والطاقم السلامة الركاب في المياه الإقليمية في جيبوتي. ولدى وصوله استقبله الوزير العقيد وعيس عمر بقري. هذا وبدأ الوزير بجولته بالمعسكر خفر السواحل في دورالي، والذي يعمل الآن ويضم مركزا للتدريب البحري للمجندين المستقبل. وأوضح وزير النقل والمعدات دور عناصر خفر السواحل في الإنقاذ ومواجهة أيضا عمليات التهريب والبضائع الغير الشرعية. هذا وقام الوزير بجولة إلى هذا المعسكر في خفر السواحل، كما أيضا تم عرض الدور الذي يقومون به خفر السواحل أثناء مهمتهم في المياه الإقليمية وفي الشواطئ أيضا. وأشار وزير التجهيزات والنقل مهام الحيوية التي ينجزها عناصر خفر السواحل، لذلك قادرين على مواجهة ملاحقة الذين يقومون بالتهريب وغيرهم من الأعمال عرقلة المياه، ليكونوا قادرين على التواصل مع بعضهم البعض من أجل تحسين وتنسيق أعمالهم البحرية، وخاصة في أثناء منتصف الليل. كما قام وزير التجهيزات والنقل الجديد موسى محمد أحمد بتفقد مختلف أقسام في هذا المعسكر خفر السواحل في الذورالي، كما أيضا تم توضيح عرض مصور للدور الذي يقومون به خفر السواحل من جهود. هذا وقام عناصر خفر السواحل أيضا الجنود المستقبل بتقديم عرض عسكري في مواجهة التهريب وغيرها التي يقام بها في البحر. كما قام أيضا وزير التجهيزات والنقل السيد موسى محمد أحمد بزيارة إلى مقر خفر السواحل، وهذا وتم استقبال الوزير بترحيب حار من قبل عناصر خفر السواحل وعلى رأسهم العقيد وعيسى عمر بقري. هذا وقام الوزير بالتفقد إلى الخدمات والهياكل المختلفة للمديرية حول عمليات خفر السواحل الواقعة على الرصيف القديم، وأيضا إلى الغرف العمليات في هذه الوحدة. وتم أيضا تقديم للوزير نبذة عن المهام والإجراءات والتدخلات اليومية للدوريات، كما أوضح العقيد خفر السواحل للدور بالتحكم بشكل أكبر وفعالية في مجال البحري وضمان سلامة وأمن المجتمعات في الموانئ الوطنية والتي تشكل الاقتصاد الوطني.
وأضاف أيضا أن جي سي تؤدي دوريات منظمة منطقة مضيق باب المندب والذي يعبر أكثر من 20,000 قارب سنويا. برعاية وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري، أطلقت الوزارة مساء يوم أمس اختتام أعمال دورة تدريبية حول كيفية تأدية مناسك الحج لصالح الحجاج الجيبوتيين الذين فازوا بقرعة الحج لهذا العام. وحضر هذه المناسبة مسؤولو وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف وحجاج هذا العام. وفقا للجنة المنظمة، تهدف هذه الدورة التي تقيمها الوزارة إلى إجراء تدريب عملي بشأن شعائر الحج من خلال استخدام مجسمات للكعبة وحجر إسماعيل ومقام إبراهيم والمسعى وأيضا الجمرات وغيرها، بالإضافة إلى توعية الحجاج حول الإجراءات الإدارية والصحية الواجبة اتباعها في المشاعر المقدسة. هذا وقدم الحجاج شكرهم لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري مجمل موظفي الوزارة على الجهود الهادفة التي تقوم بها الوزارة لتوعية الحجاج الجيبوتيين وتوفير كل ما يلزم لأداء مناسك الحج. وفي كلمة لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السيد مؤمن حسن بري، أشار على أن هذه المسؤولية الكبيرة قمنا بهذا الواجب، ونحن والبعثة الحجاج يتواجدون في أراضي المقدسة وأيضا إلى أقسام يتواجدون في مكة المكرمة وقسم في المدينة المنورة وكلهم في خدمة الحجاج. ومنذ إنشاء الوزارة الشؤون الإسلامية وذلك منذ تولي رئيس الجمهورية مقاليد البلاد، هناك تحسين في كل عام في مجال رعاية المساجد وخدمات الحجاج الجيبوتيين، ونحن قد حققنا في هذه الأعوام زيادة العدد الحجاج الجيبوتيين بعد أن قدمنا طلبا إلى المملكة العربية السعودية، وحثا على الحجاج الجيبوتيين استفادة من الدروس التي قدمت لهم، وعلى الجميع أن نحافظ سمعة جمهورية جيبوتي وذلك في وقت تواجدنا في الأراضي المقدسة، هذا لصالح بلادنا. أقيم يوم أمس حفل إنشاء صندوق التضامن في حي وحد دابة ببلدية بلبلة، وذلك لتضامن الحفل من قبل الشبكة الوطنية للتنمية ومجلس الأحياء وفرع إربيبي. وأيضا وكان الهدف من ذلك هو إنشاء صندوق التضامن وبنك للأغذية ومكتب لصالح إجراءات التضامن الاجتماعي لمعظم السكان البصداء في هذا الحي، وتوقيع اتفاقية بين مجلس الحي وفرع إربيبي وأيضا الشبكة الوطنية للتنمية الاجتماعية. وقامت نائبة فاطمة داود بتنظيم الحفل وأيضا مسؤولة الفرع، حيث أقيم الحفل في فرع إربيبي في حي وحدابة. وشارك في هذا الحفل رئيس بلدية بلبلة السابق السيد يوسف نوحو والمدير متعدد الأطراف بوزارة الخارجية السيد جيلي إدريس عمر. تحت رعاية أمانة العامة للشباب والرياضة، نظمت إدارة مراكز المجتمعية ورشة عمل توعوية حول مخاطر الحريق
ووسائل حمايتها منها، وذلك في فترة الرياح الخمسين في مركز المجتمع بوحدة دابة. ومن جهتي أوضح السيد أحمد علي مدير بالإنابة بخطر الحريق الذي يجب على الجميع تفاديه، وضرورة توعية السكان بالمواقف التي يمكن أن يتفادوا منها من كوارث الحريق التي ينتج عنها كوارث بشرية ومادية. كما نعلم نحن في بلدنا يتكرر فيه الحريق خاصة خلال فصل الصيف. وأضاف أحمد علي بأن سبب ذلك شعرنا بأن من الضرورة إقامة هذه الورشة والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الحريق وطرق وسائل مواجهة هذه الكارثة. وحضر هذه الورشة أيضا من سكان حي وحدة دابة والعديد من مختلف الأعمار أيضا وممثلي جميع أحياء مناطق وحدة دابة. في إطار مكافحة التهريب المخدرات، قامت عناصر الدرك الوطني في كيلو 12 بالقبض على شاحنة كبيرة كان بحوزتها مخدرات. وبعد المتابعة والفحص المعلومات التي قام بها رجال الدرك الوطني بعد اتباع خلف هذه الشاحنة من حدود قليلة وحتى وصولها إلى كيلو 13، قام سائق الشاحنة الإثيوبي بعدما رأى الدورية للدرك فر هاربا، وأوقفته رجال الدرك وأفراد الدورية. وبعدها تم البحث في الشاحنة وتم العثور على هذه المخدرات داخل الخزان، وحصل على 3 أكياس تحتوي على مجموعة كبيرة من المخدرات. وتم وضع السائق الشاحنة الإثيوبي في الحجز وسيقدم إلى العدالة إضافة حول البحث عن المالك الحقيقي. بالتعاون مع منظمة جمعية المستقبل والتنمية، نظم يوم أمس مع تعاون شركة أوربيس للطاقة جيبوتي يوما تنظيفيا لشاطئ منطقة أبخ. هذا وشارك المدير العام لشركة أوربيس للطاقة جيبوتي السيد أوليفيي ونائب رئيس المجلس الإقليمي السيد أحمد علي محمد ورئيس الجمعية السيد محمد مولا برهان، وشارك العديد من الشباب أبخ وعناصر القوات الجيبوتية إضافة إلى جمعيات ونساء، في ذلك أعضاء جمعية المستقبل والتنمية، عملية تنظيف الشاطئ وجمع القمامات. والهدف من هذه الدورة هذه الورشة هو رفع العمل وجعل الجمهور يفهم القضايا المتعلقة بالتلوث. هذه العملية جزء من الشراكة بين جمعية المستقبل وأوربيس للطاقة جيبوتي وتنمية في مجال حماية البيئة. وفي مداخلة قصيرة هنأ الرئيس التنفيذي لشركة أوربيس السيد أوليفيي جميع المشاركين على هذه العملية لتنظيف الشواطئ وأهمية الحفاظ على الشاطئ الصحي والبيئة التنظيف. وذكر أيضا رئيس الجمعية السيد محمد مولى إبراهيم أن النظافة هي وسيلة لجميع المواطنين، مسألة جميع المواطنين، وقال أن نرى شاطئا نظيفا يعتبر أنه يتم إلى هذا الشاطئ لاستقبال عدد كبير من السياح وأيضا إلى الأهالي. انتقل إلى رحمة الله المرحوم عثمان أبو الحان عوالي، والذي توفي ليلة الماضية في مستشفى بلتي، وكان مرحوم من مواليد عام 1933 في منطقة علي صبيح. كان المتوفي هو أب لزميلنا الصحفي بقسم الصومالي محمد عثمان بلحان، وترك المرحوم وراءه عائلة كبيرة من 15 أبناء و30 من الأحفاد. مرحوم عثمان بلحان عواله شخصية معروفة في منطقة علي الصبيح، هذا ويبعث وزير العمل ومدير مكتب حماية البيئة ووالي إقليم علي الصبيح، إضافة إلى مجمل موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون، خالص التعازي إلى أسرة المرحوم، وأن يدخله في جناته ويلهم أهله وذويه صبر وسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى النشرة الدولية، قالت وزيرة الدفاع البريطانية بيني
في توصيف عملية احتجاز إيران الناقلة النفطية. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي. وصفت لندن على لسان وزيرة دفاعها احتجاز إيران ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني في الخليج بأنه عمل عدائي، ورفضت تبريرا قد تهمته طهران كون الناقلة احتجزت لأنها كانت ظرفا في حادث تصادم. ومن جهته قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إنه تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وعبر له عن خيبة أمله البالغة، كما استدعت مصالح وزارته القائم بالأعمال الإيراني في لندن. ونشر الحرس الثوري الإيراني تسجيلا مصورا على الانترنت يظهر الزوارق سريعة وهي تتوقف بجوار الناقلة، وكان اسمها ظاهرا بوضوح في التسجيل المصور. تجمع آلاف من البوسنة وفي أنحاء أوروبا يوم أمس السبت في بوسنة من أجل دفن الرفات 68 مسلما إلى لضحايا وقتها، وكان أغلبهم أسر في معسرات الاعتقال وقت الحرب ببلدة بيريدور، وأنه سيتم إطلاق سراحهم في إطار تبادل السجناء، لكن اغتادوا بدلا من ذلك إلى منحدرات تروتستان في وسط بوسنة، وأوقفتهم قوات السرب صفا على حافة منحدر، وأطلقت عليهم الرصاص في أغسطس من عام 1992. وقالت يوسانا وهي تقف بجوار 5 أجفان خضر لفظ رفات أولادها وشقيقها وعمها واثنين من بنات عماتها في مقابر كاميتستان القريبة إن جثثهم لم يتم عثور عليها سوى العام الماضي. وأضافت لإرويتريز أشعر وكان ذلك حدثا بارحا، الحزن لا يزال كما كان. ولم ينجح من التي استهدفت قتل 200 شخص سوى ما يزيد قليل من العشرة إذ عثروا أو تم فقدهم في هذا المكان أكثر من الضحايا. وأخيرا، يذل الناخبون الأوكرانيون بأصواتهم في انتخابات تشريعية يراهن عليها رئيس الجديد للبلاد. يتوجه الأوكرانيون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للانتخاب البرلمان الجديد. في اقتراح يبدو حزب الرئيس الجديد للبلاد فلوديمير زيلينسكي الأوفر حظا للفوز به، والذي يأمل أن يحقق حزبه غالبية مطلقة تمكنه من تنفيذ وعوده. وفتحت صناديق الاقتراع عند الساعة 5 تماما من المقر إغلاقها عند الساعة 5 مساء، وينتخب 225 نائبا استنادا إلى الاقتراع النسبي، بينما ينتخب 199 آخرون باقتراح أكثر بذورة من الأول. واقتصرت الأشهر الأولى من الولايات فلوديمير على إعلان نوايا بدون إصدار قرارات فعلية نتيجة إخفاق في تشكيل الحكومة موالية له. بهذا النبأ الدولي سيداتي وسادتي، ونصل إلى ختام هذه النشرة. نترككم في رعاية الله وأطيب المنى.